مستمرين معكم جون 2015 بيبر 2 فاريانت 1. والسؤال السابع، السؤال هنا يا جماعه برضو مازال في نطاق الثيرمال، بيكلمني عن فيجر 7 اون شوز دوماستيك هوت ووتر سيستم. ده يا جماعه سخان. The heater is placed at the bottom of the storage tank. الهيتر يا جماعه بيتحط تحت. Name the process by which the contact water in contact with the heater becomes hot. بصوا يا جماعه الهيتر ده سوليد، تمام، هيسخن شويه الليكويد اللي حواليه. انا ماليش دعوه ما دام الموضوع فيه سوليد يا جماعه، يبقى ده وانا مغمض عينيا كوندكشن. سوليد للسوليد، سوليد لليكويد، سوليد لجاز، جاز للسوليد، ليكويد لسوليد، اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه على طول بيبقى كوندكشن. فبيقول لي اي حاجه فيها سوليد تبقى ايه؟ تبقى كوندكشن. يبقى ازاي الهيت هينتقل من الهيتر للووتر؟ ده يا جماعه كوندكشن، تمام. طيب خد بالك، لان الوضع في الوضع بقى، طب خلاص الهيت اتنقل من الهيتر للووتر، ايه الوضع بقى بالنسبه للووتر نفسه؟ لا ده حاجه تانية بقى، مش كوندكشن. فبيقول لي explain how the water at the top of the storage tank becomes hot, include the word density in your answer. بيقول لي طب ماشي خلاص، شويه المايه اللي هنا بقت هوت اهي، ماشي المايه اللي هنا بقى اللي فوق دي هتبقى هوت ازاي؟ بصوا يا جماعه انا عندي حاجه اسمها الكونفكشن، اللي هو ايه؟ لما المايه دي يا جماعه بتسخن بتكسباند فبت become less dense فتطلع لفوق، فبالتالي المايه اللي فوق يا جماعه هي كمان ايه؟ هي كمان تسخن اهي. يبقى المايه دي بعد ما يبقى شويه المايه دول سخنوا بالكوندكشن، تمام؟ ليه؟ لامسين الهيتر. طب الحاجه لما الهيتر المايه دي لما تسخن بتكسباند، واللي بيكسباند بيكم ليس دنس، واللي بيكم ليس دنس يطلع لفوق. اذا حبايبي الاجابه هتكون كالاتي: when water around the heater becomes hot it expands becomes less dense and moves upwards. اسم العمليه دي يا جماعه اسمها حبايبي الكونفكشن، اسمها كونفكشن، تمام. ودي اجابه هذا السؤال في الماركس كيب. السؤال اللي بعده: hot water storage tanks are often covered with a material such as polystyrene or a jacket made of woolen material. ايه وظيفه الكفرنج دي؟ وقول لي two reasons why the use of such material is important. السخان ده يا جماعه بيبقى مغطى بماده عازله بيسموها الجاكيت، معايا؟ اهي الماده دي. الماده دي لازمتها ايه يا جماعه؟ والله المايه اللي جوه سخنه والاير اللي بره سائع، تمام؟ فانا عايز امنع التلامس ما بين الهوت ووتر والكولد اير عشان اقلل كميه الهيت لوس. ما خد بالك لو اللي جوه ده لمس اللي بره هيحصل هيت لوس كتير، فانا عايز اقلله. طب انت عايز تقلله ليه؟ انا عايز اقلله ليه؟ عشان يفضل سخن اطول فتره ممكنه، رقم واحد. رقم اتنين يا جماعه اوفر كهرباء. ما هو يا جماعه ما كل ما ده يلوز هيت الهيتر ده هيشتغل اكتر، كل ما ده يلوز هيت الهيتر هيشتغل اكتر. فالهدف الرئيسي انا عايز اقلل الهيت لوس من الهوت ووتر اللي جوه للكولد اير اللي بره. هنجاوب له السؤال ده ازاي يا جماعه؟ هنقول له state the purpose of this covering. هنقول له reduces heat loss to the surround. suggest two reasons why the use of such a material is important. هنقول له water stays hotter for longer time، عشان المايه تفضل سخنه اطول وقت ممكن، وعشان اقلل تكلفه الاماونت اوف انرجي اللي هي نيدد تو كيب الووتر هوت. ما هو اتفقنا يا جماعه ان كل ما الهيت هيطلع انت محتاج تعوض بداله، فدي كهرباء في حد ذاتها حضرتك هتصرف منها. سؤال ثيرمال يا جماعه جميل جدا جدا، شامل حاجات كتير فيما يخص درس الهيت ترانسميشن والكوندكشن والكونفكشن والراديشن.